السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالك سود وهذا فوزية شانل إن شاء الله ما أنت ولا لها أرضي ذو حنج على السين الذين سوى داو دور حنون داوين سرنا هانت إله أيا عذر ذا هيو داو ذا إله أيا هيو يعني كو داو ذا وحي داوين سا عذر كلو يقان ولا ليال سكرتا وحقيقة بروف كذا أنا هينو ما أنجعل وحان أنا أنا هرو تجابين إن عندك كل هذا وحان أنا ونسو تجابي أصلا ما أنا أنسميه وحان يجي تجابين وحان جعلنا ولالها وعدي وحان تجابين إن أرى ولال أي سو تجابي لكن تن والله مر أما الله بقى مسدح بروف كذا وان هيا أنتي أما ضد ولالة وتمام نقطيا أما ضد ولالة أون كل سو استعماله أي شيء نقطيا سبحان الله إن إله الحين كرجينا يا قف قصته ولالة وداودة استعماله وحامان تيدين سو قد بينا هدي حقيقة نقوم إنه كومنتي إن شاء الله يوصل قرة نرجو إن مرقاتي جي يفردون تام بإذن الله إن داودة تن ولا ليال وداودة لو يقان عذر كل يقان سكرتها داوي سكو تاس أي حقيقة ده أنا جيني هيا لبو علماء إسلام من إن بدن أي كالن عذر هذا لفه قالوا سدح بقول أبف عذر أي داوي سد داودة عن رمحانتي وحنون كلفه كلية تاح وبودي قصر عن هن إن تنكلتو إن حبت سوداء وانقرن إن وح كسين داو وطهي إلا حنون ك جيرد موية يوم حاتر هذا إيشي وحيا برسولك عليه سرز حديثك وعدي مركا اللهم استعان حبت سودة ده أنا أصلا هاد كورن ولا الله هو يدي عدي سق كيفية ضدك استعمال أنا مجعل أصلا محايا أنا قاب ك أو نصوص ت أنا كأك حقيقة أنا جعل مرة بشيء يسلوها هدي دواء كرت أذيك معها إن أذيك عقل قالت ما دي الدين كرأي معها حبس هذا الدين كأي كيت مساينس كما يسمون حقيقة مركز سيدنا الله فرق إنه قط من الرجس وجد بينا واستعمالنا يا خير كجرا أنا قلت ترى إصدار يا تروين كإصدار يا أنت بدنا استعماله إن هذا تن ماشي أنك صار شغوة ترى إصدار ترى إصدار نوع عدن تعت أديجنا ترى سأي شردة لكن وح قاعدة أنت وقفك بين هذا كدر وكلية أنت سوق الصو وكابك أما أموالك أكو عبيس جبي وذا مدبانة ما أي وأنا سنة علماء أنا والله نقوم كرتان سو أشس ونويدين كرت حقيقة أصلا ما أي لها إسكجر داو كاستاد إسكب السنة دوس كدقاتين أيضا قد هذا حنون كون نقط إسكدا إنه كداويس وحل بأوسط كي يكون سين ولا للخير الأمور أوسطها أي رسولك عليه السلام يري أمور كاستمد لحدات كي خير بدن الله مستعان إن ملبك صافي أنت بدن كدا لا ما حلو لكن هذا نوجرا سو قايلي بهذا هذا يعني ملبك صافي روح بدن أيو قبترون هانتي مركا حبت سودة ده يا ملبك مركا إسكوه الشاء وكلته بعشر ليرة هرود أنا أت قدرته سبحان الله عدد ما قلق وحاد عجيب وهو أنت دوان داو عظيمة هاي رسلنا إن بيها كلل يعني أنا أنت بدن كقصتا هرود صبح مونكي إن محيل بيها كلل أصلا هرت وشيء لا دغال مو حيا به جركو كجر سيد فاتك وكلته أنا جب محاتر هذا فاتك جرك كجرا أي بيها كل الله دجالمان ما دام إلا دجالمايان وقفك بنادن كان شيء كل مكو صبح أبى أكتف ونقناي أنت بدن بيها كل ساس يعني وسلوه يا أصلاً إن مركا وحاسمين إن شاء الله قاب كان أيام استعمالنا وح كله يصير كريم كان كريم كان هون أنتي لفحنون كأي خاص فيه ولا ليال إن دكتور إيجيبشيان أي اسمه إن وطن كان إيجيبت أيام وغصنا يا رم أنتي مركا كريم كان ضد بدن أو ولا لا أما المهوضة ودن كان جوبه أو كداوي هون أنتي يا أنا قب أسك داوين وكريم أدع جائب تس وطهرا ولا الله ويدك كل شيء كريم مع ذلك ما أنتوا هرو وإنا أجنس وعلي محايله يعني وحياة بدن أو ضد بدن أو آد وحمصة إبر رجال بيتك حقوق قبل ما يدد ويا لا أيارم تجلب حنون كإله رحمن كأب قاضي داور حنون والبن داود سويجته لكن إذنك إله يا مشو كمقن أما مركز إذنك إله كو إدما إنا كعف مد لكن حنون كست داود سويجته إله هنسيه توفيق ذي إذنك أوكي هل كان وحى كجره حبسو ده أو ترس ده رأون سوشي ذي أيام وحن كدري قاعدة ده يرتاح مجيدة وملبة اللهم استعان ملب صافي أولي إن هدي أدون تط أتكب قياسي شيء تان كان أو تسلا ما أت قياسي كرت سان إن أصلا مسأية كو قريبة أو مدان حتى هذا تك تاجن إن أسك سقط لكن لا بضبط وما هيستا الحمد لله إن ولا لها أنت بدن عيلك كعبنا عينا أنا وحن سوده وين إني بيها كل القدر صامونكي wax badan ay jirkooda ka arki doonaa huruud markay biyaha kulul ku daraan xabsoodada iyo malabka ay ku sii daraan aniga kuma dararantii malab iyo wax macaaneen ayadoo qaraarkeedan iska cabaa aslan waas kala qabsaday muddo dheer ayaan isticmaalay alxamdulillaah waana jecel runtii waxyaabaha aan tabeena ka mid ah daana cabin subaxii aslan een marka sidatan ayaa sameeyaysa biyihii kulula ayaa soo qaadaysa allahum istaan iyo malabki iyo xabsoodada ayaa saas isugu qasaysa
sida tan marka isugu qastid walaalaha macaanka jecel aa wadad ayaan malabka aniga ugu daray laakiin aslan aniga kuma darsado. Tani hadda waa haaf qaadada ayaan si fiican igu qaadan karaa lada iyo haaf kale halkaas qaado ayay tahay kurkumta inaad ku isticmaasho run ahaantii oo saas aa ugu qastid. biyahaas kulul lagama rabo boil zaa-id lagama rabo waxaa laga rabaa wax markaa cabee sida shaahi aad dareemi karta aad kaban karta jirkaaga galay. walaalayaalow bil asxaanaka walaalaha waxaan jeclahay waxay idiin soo gudbi sidayta ku isticmaala thaanii ha ka dhicina waxa qof kasta soomaali xanuunu ka cabana laakiin xanuunkiisa inta badan waxaa la ogaaday daa-im islaanta inuu xanuunka ka yimaado waxa daa-in calaa aqal bal bilwat ha eedeen qofka walaalka wax kuu soo gudbina dad badanoo kheyr badanoo mudaawaad badan soo geliyaa jiro kana faa'iidaysta walaashana ilaa aada ayuu janalkeeda maasha allah mudaawaad cajaa'ib badanaa ku jiro cilmiyaysan marka mudaawaadka walaalaha idiin soo gelinaya had iyo goora la idiin taagan walaalayaalow isku daya qaabka la idinkugu soo gudbiy inaa u isticmaashaan biitinillah idinkuna jawaabta aad soo celin doontaan insha allah laakiin maxay tahay waa markaad daa-intid laakiin laba beri intaa kasoo xiisa dhacdid ha dhihin qofkii walaalkii waxba wuxuu soo sheeg waxba kama kala socon way kala socona waxaan waa daawo ma aha kiimika walaalayaal waana ku caafimaadsan biitinillah idinkii ilaahayna meesha ka saarina qalbigana walaalayaalow soo jeediya wanaagna la imaado insha allah. kriimkaana kusoo haray dadka waayeelada ama dadka xanuunaha lafaha qaba ataraatiska wixii lamid a aada ayuu runtii ugu fiican yahay even dhabar xanuunka dadka qaba dad badan ayaa feedback kasoo celiyay oon u tilmaamo run ahaantii marka wax badanna way isaga garteen qofka habeenkii oo kaleeto ama subaxii laba xilli ayuu marsanaa jirka wax kulul ma aha wax uraayo ma aha wax gogashaada diideysa ma aha waa shay xitaa urkiisa aan ku dhibeen maba uraba aslan daawo badanna wuu leeyay kriimkan lafaha exactly meesha ku garaacaysana aada iyo aada ayuu ugu yahay runta daawo cadiim ah insha allah qofka kurkumta cabo oo daa'ima laba xilli omaca daalika kriimkan ku darsado wallahi wax cajiibu arkaayaa subxaana allah. tijaabiya walaalaha khayr ayay idinla jecel yihiin waxaan halkan oga mahdinaa walaalaha had iyo goraal commentiga qaaliga ah iyo ducada ii soo qoraayo oo aadka iigu duceyna ducada waa shay qaali adduunku waa la helaa laakiin duco lama helo walaalahaas qalbiga saliimka le ilaahay raxmaanka waxaa u weydiiye inuu u bedelo waxay iigu duceynaa mid lamida fa jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.